نورة رحال باختصار، كان لك تجربة صحية بعد ما طلعتي منها، ما رح أذكر تفاصيلها، شو تعلمتي منها وشو تغير بحياتك؟ أكيد هاي التجربة كانت صعبة لأي حدا ممكن يمر فيها. طبعا تجربة صعبة، ولو كابر الواحد وقال أنا مرقت عادي، بس هو في وقت من الأوقات بده يحس إنه لا مو عادي اللي مرق صعب. تعلمت إنه ما في شيء مؤكد بالحياة وما في شيء ثابت، فخلي الإنسان يكون متواع. يعني لا إذا إجته المصيبة يخاف يقول خلصت الدنيا لأنه ما بتخلص الدنيا، ولا إذا إجته فرح عظيم يقول هذا مستمر وباقي لأنه كمان مو حقيقي، ممكن الفرح يخلص. فيكون الإنسان مستعد دائما لأي مفاجأة لأي حدث، ياخده بعقل بحكمة، يتعامل معه كما يجب. اللي بيطلع بإيده بيقدر يساعد أو يزبط فيه يزبط، واللي مو بإيده بيكون مو بإيده، ده يتقبل. شو أجمل ذكرى مريت بحياتك؟ أجمل ذكرى غير ولادي، ولادتهم بعتقد هي أحلى مشهد مارق بحياتي. الدور اللي بتتمني أنك تأديه ولهلأ لسه ما نعرض عليكي؟ دور المرأة العصرية. بتعبري عن غضبك كيف إذا حدا زعجك، ولا ما بتعبري وبتكتميها بقلبك؟ غالبا بفضل ما أظهر غضبي، يعني غضبي بيظهر للناس اللي بمون عليهم إجمالا أو في قرب. بحاول إذا حد ناس بعاد يعني أبدا ما أرجي الغضب، بحاول ما أغضب من أساسه، يعني أتقبل أي شيء أفهم أي شيء، بس وقت اللي بغضب خلص شو بصرخ عياري 5 دقائق. ما بتفشش بس بحدا؟ لا ما بتفشش بحدا، بحل الموضوع، يعني اللي بإيدي حله بحله، اللي مو بإيدي يعني ممكن أبكي، بس إنه أكيد ما بتفشش بحدا. اليوم كيف علاقتك مع السوشيال ميديا؟ وإذا أجاك انتقاد أو تعليق سيء ممكن تردي عليه أو تحذفي الكومنت أو تحظري صاحب هذا الكومنت؟ علاقتي بالسوشيال ميديا ما كتير منيحة، ماني كتير خبيرة، بس بتستغربي انه انا يمكن كل 1000 كومنت بيجيني ممكن يمرق واحد سيء، بتركه اذا كان سيء بشكل طبيعي، بس اذا استفزني او قليل ادب يعني عيب حدا يقرا ممكن امحيه. بس غير ممكن يزعجك هذا الانتقاد؟ يعني نحن في عالم بنحس انه بينزعجوا بيقولوا انه لا بقى تتنمروا بالتعليقات، عم تزعجوا الفنانين نفسيا. لا تعلمت من الآخرين، أنا كتير تأخرت بقصة السوشيال ميديا، وكتير يعني الأكاونت الوحيد اللي فاتحته كنت هو الفيسبوك لأصدقائي الحقيقيين الموجودين، إن كانوا من الوسط الفني، إن كان من المدرسة، إن كان من كامل حياتي، عرب أو أجانب أو أي ناس التقيت فيهم. فهذا الحساب بحسه كتير أمان، عرفتي كيف؟ أنت عم تقولي مثلا تعليق سيء، بعمره ما أجاني عليه تعليق سيء إلا إذا صدفة شي مرة من برا حدا. وبتعامل مع هاي الشغلات كتير بعقل، يعني اللي كاتب هيك هو عنده مرض، هو عنده عقدة، فما بيعنيني، ما بشيل الموضوع من أرضه. أغاني كتير لإلك، بس أكيد في غنية إلى أثر عندك وبتحسيها هي الأقرب لإلك، إن كان بالماضي وإن كان بالحاضر، شو أكتر غنية قريبة من قلب نورة رحال؟ أكتر غنية أثرت فيي مدى طويل لا تختبر صبري، هي بالذات لأنه ثاقبت بفترة انفصالي عن أبو ولادي، وبس كنت شوفها كنت كتير تأثر، ضليت فترة منيحة يعني شي قريب سنة ونص سنتين كل ما أشوفها أبكي. الفنانة نورة رحال، أكيد اليوم نحن كتير سعداء كنا بلقاء حضرتك، أكيد رح نتمنى لك كل التوفيق وناطرينك بموسم رمضان. شكرا حبيبتي، شكرا إليك، وإن شاء الله تضلوا بخير ورمضان كريم على الجميع يا رب.